السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم كونيات. كنا اتكلمنا قبل كده في كتير قوي من الحلقات اللي فاتت عن حيوانات من الأسماك والطيور بيكون ليها جراب أو باوتش، ولكن كل حيوان بيبقى ليه طريقة مختلفة في استعمال الباوتش ده أو الجراب ده. فمثلا في طائر البيليكان كان ليه وظيفة مختلفة عن الجراب اللي في حصان البحر، ومع ذلك كل هذه الحيوانات لا تندرج تحت مسمى حيوانات ذات جراب أو الجرابيات أو المارسوبيالز اللي هي الجرابيات. والجرابيات دي أو الجرابيات اللي ليها جراب، الحيوانات اللي ليها جراب هنلاقيها كتير قوي في استراليا وأمريكا، وهي باختصار شديد هي الحيوانات التي لها جراب أو لها باوتش أو لها حاجة كده مخصص، بتكون مخصصة لحمل صغرها، يعني تشيل فيها صغرها وإرضحهم زي ما هنشوف مع بعض. وطبعا أكبر مثال للجرابيات وكلنا عارفينه هو حيوان الكانجرو اللي هو موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. هو من الثدييات الجرابية، ولكن بالطبع في جرابيات أو مارسوبيالز تانية كتير قوي إن شاء الله هنتناولها في الحلقات الجاية. فكلها حيوانات لها جراب، لها نفس الوظيفة زي حيوان الدب الاسترالي اللي هو الكوالا والبوسم والأوبوسم والومباتس والتاسمانيام ديفيلز. كل دي أسامي وحيوانات هنبقى نتناولها بإذن الله بشيء من التفاصيل بالتفصيل في الحلقات اللي جاية. الحلقة النهاردة هنعتبرها الجزء الأول من موضوع المارسوبيالز أو الجرابيات. لما نيجي نتكلم عن أول حاجة فيهم اللي هي الكانجرو، هنلاقي إنه هو أكبر وأوضح نموذج للحيوانات ذات الجراب أو الجرابيات أو المارسوبيالز، وهو يندرج تحت عائلة فاميلي يعني اسمها ماكروبوديدي. وماكروبوديدي بتعني الأرجل الطويلة، لأن الكانجرو ليه رجل طويلة جدا. والكانجرو أنواع، في الكانجرو الأحمر والكانجرو الرمادي الشرقي والكانجرو الرمادي الغربي كده يعني، بغض النظر بقى عن أساميهم العلمية. وأكبر تجمع لحيوانات الكانجرو دي هلاقيها في استراليا. استراليا مميزة قوي بحيوان الكانجرو. وآخر إحصائية كانت سنة تقريبا 2011 قالت إن عدد حيوان الكانجرو في استراليا وصلت إلى حوالي 34.3 مليون كانجرو، أعداد كبيرة جدا جدا يعني. وعايشين الكانجرو ده في منطقة بيسموها الحصاد التجاري. الحصاد التجاري اللي هم الصيادين بيصطادوا منها الكانجرو اللي اسمها الكوميرشال هارفست اريا، بيصطادوا منها الكانجرو يعني. وفي الكانجرو اللي حجمه صغير نوعا وبيسموه الوالارو او الوالابي، يعني كانجرو كده بيبقى حجمه صغير بس من نفس السلالة، هو من نفس النسل بتاع الكانجرو او من نفس المجموعة، او زي ما بيطلقوا عليه او بيطلقوا على الموضوع ده علميا بالبارافيليتكس جروب، يعني هو بينتمي لنفس المجموعه البارافيليتك جروب. كلهم طبعا بيندرجوا تحت نفس العيله تقريبا، بس غير المتخصصين مش هيقدروا يفرقوا بينهم، لانها طبعا هي مجرد افراد من الكانجرو صغيره قوي الوالارو. والوالارو دي بتشير على حجم افراد الكانجرو المتوسط الحجم، والارو متوسط الحجم، الولا بيس يعني بتشير الى الافراد الصغيره قوي قوي. ومن الحاجات المهمه في دراسه اي كائن حي دراسه الجيت بتاعته او المشيه بتاعته، لازم تشوف مشيه الحيوان ده شكله ايه يعني، وطريقه وقفته، وعلاقه ده بتركيب الحيوان الهيكلي. فلما نيجي ندرس حيوان زي الكانجرو هنلاقيه من الحيوانات اللي بتستريح قوي لوقفتها على أرجلها الخلفية، وقفها على رجلها الخلفين الخلفيين، بحيث بتكون مستقيمة الوقفة زي الإنسان بالظبط، زي ما الإنسان واقف كده يعني، واقفة على رجلين اتنين. وكنا شفنا ده في بعض أنواع القرود زي الشمبانزي على سبيل المثال. وكمان الوقفة دي أو الوقفة المستقيمة ديت زي وقفة الإنسان هنلاقيها في حيوان تاني ان شاء الله نبقى نتكلم عنه بشيء من التفصيل، اسمه الميركيتس. ميركيت ده حيوان صغير قوي، انما لما يحب يقف يقف برضو على رجلين الاثنين ويبقى عامل زي الانسان كده. هتلاقيهم برضو عاملين زي الكانجرو، حتى الشمبانزي يعني. الحيوانات دي كلها لما بيحبوا يجروا يجروا على اربع رجولهم، يعني يجروا
على الاربع رجول بتاعهم، لانه حيوان رباعي الارجل، ولكن لما يحبوا يراقبوا شيء او يتابعوا شيء من بعيد يحبوا او يقفوا قدام، او لما يجي يقفوا قدام انسان يحبوا انهم يقلدوا الانسان، مش بيقلدوه انما يقفوا كده تحس ان هو يعني ند بالند واقف على رجلين زيه زيك يعني، حاجه غريبه جدا. طبعا بيقفوا على رجلين الخلفيين والرجلين الاماميين بيعتبروهم كذراع او كايدي، يعني الرجلين الخلفيين بيقفوا كده يقفوا عليهم، والقدامانيين بيعتبروهم كايد يعني. وهنشوف ده واضح قوي قوي في حيوان الكانجر النهارده باذن الله. الديل برضو في كل الحيوانات له عامل مهم جدا ووظيفه مهمه جدا في كل الحيوانات، لانه بيعمل للحيوان توازن، يعني الديل بيخلي الحيوان متوازن. وطبعا ده غير البريهنسايل تيل اللي كنا اتكلمنا عليه اللي في الحربايه، اللي هي بتستخدمه بتمسك بيه الاشياء وبتتسلق بيه، يعني الديل في الحربايه عامل زي الدراع اللي بتتسلق بيه. انما الديل في الكانجرو هنلاقيه كبير جدا، بتستخدمه كرجل ثالثه، يعني هتلاقيه عضلي وهي مستخدمه رجليها الخلفيين والديل كانه رجل ثالثه، ليها ثلاث رجول. وعشان كده الكانجرو مش بيقدر يقفز للخلف، ده بسبب ديله الكبير يعني. وهتلاقي طبعا ديله عريض جدا، ده عشان يحافظ برضو على توازن الحيوان. ومن الصفات العامة للكانجرو ان في منه انواع ما بتدورش او لا تبحث عن طعامها الا في المساء في الليل لما الدنيا ليل يعني، والجو يبقى بارد وجميل كده. وفي انواع تانية بالعكس بتحب تدور على الاكل بتاعتها من الاعشاب وكده، وتدور على رزقها الصبح بدري. والكانجر على فكرة من الثدييات التي لا تسير على الأرض، يعني مش بتمشي، لا هي من الثدييات اللي تحب تقفز تجري تنط، يعني الكانجرو ما يجري ما يمشيش، الكانجرو ينط. وطبعا ده طبقا لتركيبه الهيكلي اللي بي 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 بيخلي عنده المقدرة على تحريك ساق، كل ساق من سيقانه بشكل مستقل عن الساق التاني. يعني لو عنده رجلين في الخلف تلاقي الرجل اليمين بتتحرك مستقلة عن الرجل الشمال، كل ساق بتتحرك بطريقة مستقلة عن التانية. وعشان كده ممكن تلاقيه يقفز قفزة واحدة لمسافة 5 أمتار، ينط يعني ينط 5 متر مرة واحدة. وممكن ينط ويقفز فوق حاجز طوله 2 متر، يعني طوله 2 متر زي الحصان كده، 2 متر مسافة كبيرة جدا، إنما بعمل زي السوسته يروح طق ناطط فوق المترين دول من الحواجز، المترين مرن جدا، يروح ناطط 2.5 متر كمان، يعني مش 2 متر بس، لا ده ممكن ينط حاجز 2.5 متر. طبعا لياقه بدنيه غير عاديه يعني. وهو من الحيوانات على فكره اللي بتعيش في قطيع كبير جدا، بيزيد عدد افراده عن 63 فرد، وده طبعا لحمايه نفسه من اي هجوم، يعني بيعيش في مجموعه اسمها ماب هنقول عليها يعني. والعجيب في حيوان الكانجرو انه عنده امكانيه ان ياخر ولادته، يعني هو مثلا حامل لا الست ممكن تاخر ولادتها، ده لما يكون الغذاء مش متوفر قوي بالقدر الكافي، وتكون البويضه المخصبه في الانثى ما بتتطورش، يعني هي بيضه مخصبه منتظر انها تنزل لا تخليها، وتبقى البويضه دي في حاله ثبات لغايه لما الظروف تتحسن، او مثلا تكون اللي هي الانثى بترضع فتقول لك لا انا مش، هي حامل طول السنه على فكره يعني، يعني الكانجرو انثى الكانجرو بتبقى حامل طول السنه، ولكن البيضه المخصبه بتخليها، الواد مثلا عندها بيرضع جوه الجراب ومش عارف ايه فمش فاضيه تحمل تاني. اول ما الواد يخلص مثلا الرضاعه زي ما هنشوف النهارده في الحلقات، البيضه المخصبه دي تروح نازله وجايبه العيل اللي بعديه. تعالوا نشوف نتعرف على بعض كده على الكانجرو في الفيلم اللي جاي ونرجع تاني. هو ده الكانجرو، شايفين الجراب اللي في الوسط بتاعه، شوف هو قعدته ازاي، يعني قعدته طبعا مش لان هو قعدته على بطنه كده، لان الرجليك الثانيه الخلفيه اكبر من اماميه، يعني شايف هو طبعا كائن عشبي، وشايف الديل بتاعه يعني الديل عضلي، شايف كانه فيه رجلين والديل تالت واقف على ديله، يعني هو واقف يقول لك ده واحد ده واقف على ديله، واقف على ديله لان ديله عضلي وكبير جدا، يعني شوف هو تقريبا الديل قد مساحه الجسم، ورجليه القدامانيين شوف واقف زي بالظبط زي بني ادم، شايف كانه بني ادم ولابس راس كانجرو، حاجه غريبه جدا بني ادم
رجليه بص بص بيقفل، هو ما يعرفش يمشي، هو ينط بس ما يعرفش يمشي خالص، وما يعرفش ينط لورا. بص حتى الصغير الولا بي الصغير اهو، الصغير ده بيسموه الولا بي، حتى لعبتهم شايف انه واقف ازاي، يعني واقف زي البني ادم، شيء عجيب جدا. يعني انت لو لبسته بنطلون وقميص وكده يعني ممكن يبقى بني ادم، شايف وبيقفز، انما ما يعرفش يقفز الخلف، ده بسبب ديله، يعني ما يعرفش ينط لورا، لا ينط لقدام بس. وشايف هنا دخل جراب امه ازاي، لان هو لسه صغير. جراب امه هنا بالنسبه للصغير ده كحمايه، يعني شايف دخل الجراب ازاي، ده بيبقى حمايه، وهو يفضل بقى طبعا العيال الصغير ده ياكل وبتاع في الجراب لغايه لما يعتمد على نفسه وتخرجه، وتبتدي بقى البويضه الثانيه تنزل وتبتدي تخلف من جديد يعني، انما هي حامل طول السنه. وشايف الديل بتاعه عريض ازاي، عضلي، شايف واقف على ديله ازاي، واقف على ديله لانه في رجلين خلفيين قواي اقوياء يعني مرنين جدا، وديله الثالث بيعتبر رجل ثالثه. طبعا شفنا حيوان الكانجرو ورجله الخلفيه الطويله في الفيلم اللي فات، ودي كان بتساعده على القفز، يقفز مسافات عاليه جدا. وشفنا ديله العضلي الطويل اللي بيساعده على الاتزان، وشفنا جراب الكانجرو او الباوتش او المارسوميوم، المارسوبيوم اللي هو الجراب او الباوتش بتاعه. والجراب ده او الباوتش او المارسوبيومز مهم جدا ان احنا نتكلم عنه في الكانجرو بالذات. ليه بقى؟ لان صغار الكانجرو او حديث صغار الكانجرو حديثي الولاده، واللي بنسميهم جوايس او جوايس، بنسميهم جوايس صغيرين قوي كده، اللي هو عامله زي حبه الفاصوليا، طفل الصغير لما بتولدهم بيكملوا نموهم جوه الجراب ده، يعني كان الجراب ده رحم تاني. ولما نيجي نتكلم عن غذاء الكانجرو هنلاقيه في الاغلب الاعم هو غذاء عشبي، يعني بياكل الاعشاب. وفي بعض الانواع الكانجرو بيتغذى على الشرامس او الشجيرات الصغيره، الاوراق بتاعتها وكده يعني. وفي بعضها بيتغذى على هيفات الفطر، يعني فطريات بياخدوا الهيفات بتاعتها. ومعظم انواع الكانجرو نكتورنال او ليل النشاط، والبعض الاخر بيبقى شفقي، يعني يعني بيطلع في مرحله الشفق. عاده بيقضي الكانجرو الايام ذات الطقس الحار تحت ظلال الاشجار، هو ما بيحبش الحر جدا يعني، ما بيحبش الحر خالص، فتلاقيه ياخد تحت ظل شجره كده او اي مكان ظل، وتلاقيه لما الدنيا تبرد بالليل، تبرد يعني ويبقى الجو جميل وزي الفل، او في الليل في المساء يبتدي يخرج يدور على اكله. وعشان كده هو حيوان قليل في شرب الميه، يعني ما بيحتاجش، ما بيجريش بقى الحر وبتاع فيعطش، لا هو بيشرب كميه قليله لانه بيطلع بالليل. طبعا في بعض الناس بتقول حاجات معلومات مغلوطه ومعلومات غلط، انا يعني باجي اقراها فبقى متضايق قوي، يعني معلومات غلط جدا ملهاش اي اساس علمي من الصحه. يعني يقول لك لا مثلا الكانجورو لو شرب ميه يموت، ازاي يعني جبتوا الكلام ده منين يعني؟ طبعا معلومه غير صحيحه وكمان معلومه مغلوطه. وطبعا في ناس بيقول لك ايه لا ده هو بيقدر يصنع الميه جواه، برضه معلومه مغلوطه، يعني مفيش كلام ده، لا كان بيشرب بس هو بيشرب كميه قليله من الميه، حاجه غريبه جدا يعني، معلومه خطا ان هو يعني بيصنع الميه جواه، لا ده معلومه مش تمام يعني. وعشان طبيعه الغذاء العشبي للكانجرو، الكانجرو غذائه عشبي، هنلاقي اسنانه حاله خاصه نادره بين الثدييات، يعني ثدييات ليها اسنان انما ديت ليه اسنان عجيبه شويه، فهنلاقي مثلا عنده اسنان قاطعه اللي هي الانسيزورز، قواطع عشان يقدر ياكل الاعشاب القريبه منه اللي هي في الارض يعني، وكمان ليه مولرز او ضروس يعني كده لفرم وطحن الاعشاب، ودول الضروس والانياب دول بيبقوا بعاد عن بعض قوي، بيكونوا على جانبي الفك السفلي وبعاد عن بعض مش ملتحمين. ومن الحاجات بقى العجيبة قوي قوي في حيوان الكانجرو، حاجات العجيبة قوي، انه على الرغم ان غذائه عشبي بياكل اعشاب زي كتير قوي من الحيوانات المقترة زي الماشية والجواميس والبقر وكده، كلها دي عشبيات يعني، الا انه مختلف عنها في المواد اللي بيخرجها كنوادج للهضم.
يعني البراز بتاعه كده مختلف عنهم. حاجه غريبه ليه بقى؟ هنتكلم دلوقتي. المشاية عموما الجواميس والبقر وكده والحاجات دي كلها اللي بتاكل الاعشاب زي الاغنام كمان جاموس وبقر واغنام وكده بتكون نواتج اخراجهم اللي بيسموها السبله او الحميه او البراز باللغه العاميه بتاعتهم، بتكون الحاجات دي كلها مليانه بغاز الميثان. وطبعا هو ممكن بيتجشا غاز الميثان، يعني تلاقي الجاموسه او بتاع بتكتر بتطلع غاز ميثان. الحيوانات دي مش بتقدر تستفيد بيه، ما بتقدرش تستفيد غاز الميثان ده في جسمها، يعني ملوش لازمه في جسمها، فبيطلع فبيخرج مع البراز او عن طريق التجشؤ زي ما بقول كده يعني، وبتطلع عن طريق بعض عمليات الزفير وحاجات كده. لكن حيوان الكانجرو ما بيخرجش ميثان خالص، غير الحيوانات دي يعني، غير الحيوانات الجواميس والبقر وحاجات كده. الموضوع عنده مختلف ليه بقى؟ لانه بيحول الهيدروجين الناتج من عمليات الفيرمنتيشن او عمليات التخمر اللي بتحصل في المعده بتاعته الى اسيتات، مش ميثايل، الى اسيتات. الاسيتات دي مهمه قوي، بيستخدمها الحيوان في انتاج الطاقه اللازمه لحركته، يعني بتخلي الحيوان حركته سريعه ونشاطه كده. عشان كده العلماء اليومين دول بيفكروا في ايه؟ بيفكروا انهم يدرسوا، يعني مش بيفكروا، هم بيدرسوا بالفعل إمكانية نقل البكتيريا المسؤولة عن إنتاج الأسيتات في معدة الكانجرو ينقلوها إلى الجواميس والبقر والمعيز وكده، إلى الماشية عموما يعني. وأعتقد ده لو تم، يعني ده لو نجحوا فيه، هيدي للماشية الجاموسة والبقرة طاقة أكبر لإنتاج اللحم. طبعا هتنتج لحم كتير لان في طاقه، فهتنتج لحم كتير، واللحم ده على فكره هيكون من غير دهن، يعني لحم طالع زي الفل صحي من غير دهون. واعتقد كمان ان يعني هو لحم الكانجر على فكره زي ما هنشوف بعد شويه خالي من الدهون، يعني خالي من الدهون كده، هيدي للماشيه طاقه كبيره لانتاج لبن. لو نجحوا في الموضوع ده هيخلي البقره تنتج او الجاموسه تنتج لبن اكتر، وجايز كمان لان غاز الميثان اللي بتنتجه الماشيه كناتج لعمليات الهضم بيزيد من سخونه الجو، وده طبعا يعني بيبوظ البيئه، يعني بيسخن الجو بيبوظ البيئه. الفيلم اللي جاي ان شاء الله الكانجرو، هنشوف الكانجرو بيولد بعد من 4 لـ6 أسابيع بيبي صغير جدا بحجم حبه الفاصوليا بالضبط، يعني بيطلع بعد ما بتولد بحاجه كده، بتجيب حاجه ملهاش لازمه كده اسمه جووي، زي حبة الفاصوليا بيسموها جوي يعني. ده بيبقى خالي من الشعر، مفيش شعر، حتة بتاع دم كده هتشوفوه كمان شوية، أعمى ما بيشوفش، ولكن ليه الفور ليمز بتاعته، ليه أرجل أمامية بس صغيرة. ليه بقى؟ لأنه بيستخدم الأرجل الأمامية دي يقعد يتسلق على جسد الأم وعلى الفرو بتاعها، ويروح داخل الرحم الخارجي بتاع الأم اللي هو الجراب. عرفوا إزاي؟ ما تفهمش. والجراب ده بقى بيكون عامل زي الايه بقى؟ زي الجيب كده، يعني جوه الجراب الصغير ده بيلاقي الحيوان الجوي ده بيلاقي كل اللي بيحتاجه. جوه الجراب هيلاقي حلمات، حلمه الجراب اللي على طول بالفطره الصغير بيروح حاططها ببقه زي البزازه كده، يعني زي البزازه، ويرضع، لانه الصغير ده اول ما يحط بقه في الحلمه دي بيثير الحلمه. يثير الحلمة، في الحلمة ايه؟ بتتضخم باللبن، يعني اللبن كله بيجي على الحلمة دي بتاعت الأم، فالصغير بيرضع منها لغاية لما يشبع. حاجة غريبة قوي. ويفضل يرضع في الجراب ده الصغير ده لمدة حوالي 180 ل 320 يوم، ما يقدرش يسيب فيها جراب الأم. فكأن الجراب ده منه حضانة للصغار، أو الجويز اللي هو بتاع زي حبة الفاصوليا ده اللي لسه والداه، بيبقى عباره عن مخبأ بتستخبى فيه الجواميس ديت لما تكبر شويه. وطبعا الانثى بس يعني هي اللي بيبقى ليها جراب او ليها باوتش، انما الذكر ما بيرضعش يعني، عشان كده ملوش باوتش او ملوش جراب. وعلى فكره زي ما قلت، انثى الكانجرو دايما حامل باستمرار، يعني كانجرو حامل باستمرار، ولكن ربنا مديها قدره تحجيم او تأخير نمو الجنين،
بحيث انه ما يقدرش ينمو، الجنين ده ما يقدرش ينمو الا لما الجاوس الصغير دوت يخلص رضاعه، يعني يخلص رضاعه مهمته وينزل تجيب واحد تاني جويز يخش تاني ايه يرضع منها، وتفضل الجويز دول بتعتني بيهم الام لغايه وتاكله لغايه سنه او 18 شهر تقريبا. وهي بتبقى حامل الانثى ما عدا اليوم بس اللي بتولد فيه، اليوم اللي بتولد فيه يعني ما بتبقاش حامل، استنى شويه. وحتى اليوم اللي يكون فيه الصغير اللي بيرضع او الجويز دوت بيحجمها بيخليها لا ما تجيبش عيل تاني، يعني اليوم اللي بتولد فيه واليوم لما بيبقى فيه جويز لا ما بتحملش تاني وكده لغايه لما ايه الجويز ده يخلص، وبعدين بتروح منزلها البويضه المخصبه ويحصل تخصيب ويحصل ولاده تاني، يعني بتقدر تتحكم في ولادتها، وده طبقا او بناء على احتياجها لصغار. عايزه عيال هتجيب عيال، مش عايزه عيال ما بتجيبش عيال. انثى الكانجرو جوه الباوتش دوت بتنتج نوعين من اللبن، الصغير بيمتص لبن معين، نوعين يعني بتنتج نوعين من اللبن في وقت واحد، للصغير خالص اللي هو حديث الولاده اللي هو جويز دوت، ولبن اخر مخصص للجوي اللي لما يكبر شويه، يعني الجويز دوت في حلمة بياخدها كده ده لبن السرسوب او بتاع حاجه زي كده، ولما يكبر شويه ليها حلمة تاني نوع تاني من اللبن بيتغذيه لغايه لما يكبر. سبحان الله يعني مش حلمة واحده، وكل واحد عارف طريقه، الجويز الصغير بيبقى عارف طريق اللبن تفهمش ازاي لغايه دلوقتي ما يعرفوش، ولما يكبر شويه بينتقل تاني لحلمة تانيه فيها نوع تاني من اللبن، حاجه غريبه جدا يعني. في كل الحيوانات يعني في كل الحيوانات يعني في الكانجرو الذكر ما بينتجش السبيرمز بتاعه او الحيوانات المنويه في الاوقات الجافه، يعني الوقت اللي فيه جاف ومش عارف ايه ما تلاقيه ما ينتجش سبيرمز او حيوانات منويه، حاجه عجيبه جدا. تعالوا نطلع نشوف الفيلم ده ونرجع تاني نكمل معاكم. شايف هنا بقى لما بيجي يتخانقوا مع بعض يعني تحس ان الاثنين بني ادمين، بص 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 هو ايه بيضرب برجله، شوف بيضرب بالصاروخ ازاي، والاثنين بص خدوا بالكم ان الرجلين في وقت واحد، يعني بيضرب بالصاروخ في وقت اثنين بني ادمين شغالين، يعني مش حاجه غريبه. حتى شوف وقفته هو مرتاح على الوقفه دي، رجلين الخلفيين كبار وبعدين واقف على ديله، يعني ديله ده كانه رجل ثالثه وبيقفز، شوف هنا يقفز ازاي هو ما بيمشيش. طبعا هنا ده الرحم جوه البني ادم، البني ادم بيبقى فيه مشيمه فتلاقي الحبل السري بيغذي الطفل والطفل بيبقى مقلوب وحاجات كده. الكانجرو ما عندوش مشيمه، يعني مش زي الانسان ما عندوش مشيمه، بص انما هي بتولد وبتكمل غذاها جوه الايه جوه الجراب ده اللي فيه العيل الصغير ده لغايه لما يكبر. شوف كبير ازاي وبيستخبى، هو ده دي حبه الفاصوليا اللي هو الجويز ده، اول ما يخرج اول ما يتولده بيطلع حبه فاصوليا وبعدين يبتدي ينط عارف طريقه في الجراب بالفطره، شايف بيخش جوه الجراب ازاي، واول ما يخش جوه الجراب شايفين الحلمه دي يروح حاططها ببقه بيرضعه يعني بالفطره يعني، وبعد كده بعد كام اسبوع تلاقيه راح لحلمه تانية يرضع منها نوع تاني من انواع اللبن عشان يكبر، فتلاقيه بيكبر ويطلع شعر ويريش وهو جوه، شايف هنا طب بيكبر ده بيسيب الحلمة دي لغاية ما بقتش تناسبه، وتلاقي بيروح لحلمة تانية فيها نوع تاني من اللبن. طبعا الكانجرو زي أي حيوان ثدي الأنثى بيبقى ليها مرحلة شبق أو استرس، طبعا كلنا اتكلمنا في حلقات قبل كده إيه هي الاسترس، قلنا اللي هي المرحلة اللي ما بيقدرش الذكر يقرب فيها للأنثى، يعني أو مرحلة الاسترس هي المرحلة اللي بيقدر الذكر يقرب فيها للأنثى، اللي فيها الانثى يعني كل انثى بيكون ليها علامات للشبق دي، علامات الشبق دي بتقول للذكر ان انا عايز اتجوز دلوقتي، فالذكر بيعرف العلامات ديت، يعني الكانجرو بيعرف العلامات ان الاسترس او علامات الاسترس عند الانثى اللي هي المرحله اللي الانثى فيها عايزه تتجوز، وهو بيتاكد من ده ازاي؟ بانه بيشم البول كمان، بيشم بول الانثى عشان يتاكد انها في مرحله الشبق ولا لا. العمليه دي بيسموها علميا بالفليهمن ريسبونس، يعني هو خلاص لقى علامات الشبق الانثى دي عايزه تتجوز وشم رائحه الفرمونيه وبعدين شم البول فقال لك لا دي اوكي وتمام التمام، فبيبتدي الذكر يتاكد ان الانثى في مرحله الشبق تمام
وعايزه تتجوز، خلاص الراجل ما فيش مشكله بقى خلاص، فبلاقيه قرب من الانثى شويه، لو قبلت انه يقرب ليها خلاص يبتدي يكمل عمليات التزاوج. يعني لو قبلت ان الذكر التقرب اليها والانثى ما حذرتوش بيكمل، وساعتها بنلاقي الذكر عمال يلحس في الانثى ويحتك بجسمها ويبتدي يهرش لها كده حاجه غريبه قوي. وبعد ما الذكر خلاص بيحصل عمليات التزاوج مع الانثى، على طول بيروح يدور على انثى تانية ومهمته خلصت، يعني الموضوع بالنسبه له خلص. تعالوا بقى نكمل الفيلم دوت، الفيلم اللي جاي دوت، وبعد كده نكمل مع بعض نشوف الدنيا فيها ايه. هنكمل هنا بقى الكانجرو. ده بقى نوع من الكانجرو تاني، الكانجرو الرمادي غير الكانجرو الاحمر. انا بقى بنكمل بقى البتاع. هي طبعا ولدته، هناخد الموضوع من اوله خالص. هي ولدته ايه؟ زي حبة الفاصوليا، دي عملية الولادة. هو لسه ما كملش، وما فيش مشيمة عند الأم، الأم ما عندهاش مشيمة ولا حبل سري زي البني آدم، فهو خارج يكمل دورة حياته بس بيمشي بيتحرك. وبعدين بيبتدي يخرج، ما عرفش بقى مين قال له إن في باوتش مش عارف إيه، حاجات غريبة جدا. يبتدي يتحرك، طبعا هي كيمياء يعني، بس طبعا غير مؤكدة ولسه في دراسات. فطبعا دخل زي ما احنا شفنا جوه الباوتش، وابتدى يرضع اللبن المخصص ليه يعني، وهو لسه جاوز صغير يبتدي يرضع لبن معين، ولما يكبر كمان اسبوع تلاقي لبن تاني كده لغايه لما يكبر. ففي حلمات جوه الجوز، كان الجوز ده منه حضانه. شوف هو بيرضع ازاي، يعني حاطط بقه عمال يرضع ازاي، حاجه غريبه جدا. هو لسه طبعا العروق واضحه ولسه ما تشكلش لا بق ولا تشكل عينين ولا اي حاجه، هو بيكمل نموه جوه، يعني جوه بيكمل نموه. طبعا هي قعدتها غريبه، وتلاقي دايما الصغير مرتبط بامه، يعني في ارتباط غير عادي بالام، ارتباط غير عادي. الكانجرو عيلة مش زي اي عيلة. انا طبعا بيعيدها، وهو يبتدي يغذي نفسه كويس قوي، وطبعا ودانه الطويلة دي عشان يبتدي يحس باي خطر، يعني ودانه الطويلة دي بتستشعر اي خطر. شايف هنا واقفين ازاي، تحس انه اتنين بين ادمين بيتخانقوا. شايف الخناقة، شايف ماسكه ازاي، وبعدين يروح قفزه ضارب بالشلوط برجليه اللي ورا. شوف ماسك الخناقة ازاي. طبعا في كل انواع الكانجرو هنلاقيهم حيوانات محبه للقتال. الكانجرو حيوانات ليها بتحب للقتال بطبعها، حتى بين الافراد وبعضها زي ما شفنا، ولو من نفس النوع مفيش مشكله، او نوعين مختلفين من الكانجرو هنلاقي برضو هزارهم مع بعض عباره عن قتال بالايدي مجازا طبعا، لان الرجلين القدامانيين دول بنعتبرهم كانهم ايدين بالظبط، وايدينه دي بتكون قصيره قوي بالنسبه للرجل الخلفيين، اللي هي بقى طبعا بتستعملهم الايدين القداميين بيستعملهم كايد، والخلفيين بتستعملهم كرجل بتقف عليه زي ما شفنا واتكلمنا. الكانجرو ما بيعرفش طبعا يمشي، بيعرف يقفز بس، وزي ما هنشوف عن قريب دلوقتي ان سبب كبر رجله الخلفيه انه بسبب رجله الخلفيه الكبيره دي وتركيبه جسمه وهيكله عظمي وقوه ديله العضلي، العلماء بيعتبروا الديل بتاعه رجل تالتة، يعني بيعتبروه رجل تالتة مع الرجلين الخلفيين، ده على اعتبار ان الرجلين الاماميين دول عبارة عن ايدين مش رجلين. والكانجرو كمان على فكرة حريف قوي قوي، بانه زي ما قلنا كده بيضرب بالشلوط لقدام برجلين الاتنين، لانه اصلا بيقفز مش بيمشي، ويروح ضارب بالشلوط لقدام زي ما قلنا، يعني غريبه جدا. بس تركيبته زي ما قلت ما بيقدرش ينط لورا، لا هو ينط لقدام، يمشيش، عباره عن قفز يعني. والقتال دايما بيكون بين الذكور للتنافس على الانثى زي اي كائن في الدنيا، وساعات تانيه بيكون القتال مش لسبب انما لبسط ذكر معين نفوذه على القطيع اللي بنسميه مابس،
قطيع، يعني هو بيتخانق وبتاع، انا جماعة الفتوة وانا الواد اللي مش عارف ايه، فاللي هيجي اعوره خلاص يبقى هو ده القائد بتاعنا اللي هيقودنا، بس مش لحاجة تانية. يعني عمر الكانجرو في الحياة البرية او الوايلد لايف بيصل تقريبا لست سنوات، عمره ست سنوات في الحياة البرية. العمر ده بيزيد في الاسر او في جنينة الحيوانات، يعني بيوصل لغاية 20 سنة عشان العناية والاكل والبتاع والحاجات ده كله، وده طبعا بيختلف باختلاف الانواع. ومع ذلك معظم الافراد معظمها ما بتوصلش لمرحله النضج في الحياه البريه، يعني حاجه غريبه جدا. طب تعالوا نتعرف على الكانجرو والوالابي الصغير بتاعته من خلال الفيلم اللي جاي دوت، نكمل الصوره يعني ونرجع تاني. طبعا ده كانجرو كبير، الصغير ده والابي، والابي يعني فرد صغير من الكانجرو من نفس العيله. اللي هيشوفه يقول لك والله ده كانجرو ومش عارف ايه، لا ده نوع مختلف من الكانجرو بيسميه الولارو او الولابي. وشوف الاثنين برضو بيتصارعوا ازاي، ده هزار بينهم، الاثنين بيهزروا مع بعض، يعني بيعلمه ازاي يتخانق بايده ويقف ازاي ويعمل ايه، وده بيساعده تركيبه. وهم عايشين في قطيع هنا، يعني يحبوا الهزار ويحبوا التهريج ويحبوا اللعب. هو كائن على فكره خجول جدا، وكائن يعني محب للناس، وما فيهوش عداء بينه وبين البشر يعني، انما مقاتل. يعني الكانجرو انسان مقاتل جدا، يحب ذريته قوي، عنده العنايه الامويه او الماتيرنال كير بتوصل لحدود عاليه. شايف الهزار بينهم، تحس انهم بين ادمين بالظبط، يعني شايف الوقفه، ما يعرفش طبعا يمشي على الاربعه، انما مساعده تركيبته. وفي ناس بقى طبعا تروح ملبسه الكانجرو ده لبس مش عارف بدله وبتاع مش عارف ايه، يعني حاجات في السيرك وحاجات كده بتبقى حاجات لذيذه. يعني شايف لعب عجيب جدا، وشايف انا التاني بيعمل ايه، التاني يعني انت طويل. طيب لما نيجي بقى يعني نتكلم عن علاقه الكانجرو بالبشر، هنلاقيها في شقين. الشق الاول هو استغلال ذكاء ولياقة الكانجرو في تسلية البشر، حيث طبعا ان الكانجرو الانسان ممكن يروض الكانجرو ويستغله في العاب السيرك، وعمل مشاهد قدام الناس على انه طبعا ملاكم وحاجات كده زي ما شفنا، انه بيحاول طبقا لطبيعة جسمه الكانجرو ان هم يستغلوا وقفته المستقيمة ديت رأسي زي الانسان بالظبط. فلاقيه هو لما بتيجي تعلمه ازاي ملاكمة، فبتلاقيه هو بيقعد يعني يقلد الملاكمين وكأنه ملاكم محترف. ولكن طبعا ما فيش خطر بينه منه على الانسان، لان الكانجرو كمان زي ما قلت لكم حيوان خجول قوي قوي قوي، ظريف قوي، ديسنت قوي تحت الظروف العادية. هو لا يشكل خطر على الانسان، او ان الضرر يضرب الانسان بالشلوط او حاجة، او بمعنى ادق لا يهاجم الانسان. ومع ذلك هناك بعض الحالات القليله جدا جدا اللي فيها الكانجرو هاجم الانسان بدون اي فعل او اثاره من قبل الانسان. يعني الكانجرو ساعتها كان جعان او بتاع، فادى بالشلوط ضرب واحد وحاجات كده، ودي يعني حوادث قليله جدا. الشلوط بتاع الكانجرو بيكون قوي جدا جدا، لانه بيدي بالشلوط زي ما قلنا برجلين الاثنين الخلفيين، وهو بيقفز بكل قوته. ولما تشوفه هو بيتخانق مع انسان تحسه انه انسان ولابس كانجرو، يعني حاجه عجيبه. لما حد شوف تصرفه وقفته وصراعه بنفس الطريقه بتاعه الانسان شيء غريب. يعني الانسان لما بيجي يتخانق بيستخدم ايده بيستخدم رجله، يعني بيستخدم ايده ورجله، ده الانسان. الكانجرو نفس الشيء، واقف مستقيم ابرايت كده، وبيستخدم ايده بيستخدم رجله بيستخدم مش عارف ايه، فتحس انه انسان. يعني زي ما قلت لكم في ناس جابت الكانجرو لبسته بدله ومش عارف ايه وبتاع، وحتى هو في استراليا على فكره شعار استراليا هو كانجرو، لان هي استراليا هي اكبر دوله فيها عدد من الملايين، 36 مليون تقريبا كانجرو، فتلاقي شعار مدينه في استراليا هو الكانجرو. يعني حاجه غريبه قوي. تعالوا بقى نشوف الكانجرو ده هم الانسان بيلعبه ازاي لما يجي مثلا يمسك حيوان تاني، بيمسكه زي الايد. يعني مثلا انا لما اجي متخانق من واحد بمسكه من ايد بايدي كده من رقبته، هو نفس الشيء. استغلوا بقى الانسان ده في العاب السيرك ازاي، ده اللي هنشوفه كمان شويه. يلا بينا نشوف. شايف هنا ماسك الكلب ازاي والنبي يا جماعه؟ انا طبعا هيعيده. بص ماسك الكلب ازاي،
فانت جاي بص بص انا بنعيدها تاني. بص شوف، ماسك الكلب ازاي من رقبته، ماسك الكلب ازاي من رقبته، تاني بيقول له سيب الكلب بتاعه، قال له انت عايز ايه؟ طب انا هضربك، انت عايز ايه يعني؟ فبص بص بص هو بيهرج معايا، شايف بيديله بالشلوت وبيجري. بص قال يعني ايه هديك بالشلوت؟ بص والتاني بيرجع ورا زي البني ادم بالظبط. حاجه عجيبه جدا، بص شيء غريب قوي. انما لا، الكنجرو لو هاجمه، لو هاجم عليها هضربه، التاني بيجري. بص وهنا بقى خدوه في السيرك، هو ده ملاكم ولبسه الكنجرو ملاكم. والتاني بقى بص انسان ما سابش اي حاجه، بص اداله بالصلوت. يعني هو طبعا ايد الانسان بتبقى اقوى، انما التاني بقى انت هتعمل لي ايه؟ فقام ناطط وقافز مديله بالصلوت وقعه. وطبعا لعب سيرك، هو مدرب طبعا، يعني الكنجرو هنا مدرب وعارف انه بيلعب. بص بص ضربه ازاي، بص لا واقف ايه، بص واقف زي الواد الصايع يعني شايف واقف ازاي. مش ممكن يعني، سبحان الله يعني، سبحان الله يعني، ابداعات ربنا. بص تحس انه ابن ادم واقف، بص واقف يعني ايه، انت عايز ايه؟ قال له ما تعملش حاجه. الحكم بيقول له لا انت كده عملت حركه خطا وبتاع، قال ايه، فضرب الحكم، قال لا سيبك. زي اللي بيحصل في الملاكمه طبعا، كلها فيلم يعني، يعني هو متدرب على ده بس قدام الناس. زي ما قلنا ان اكبر دوله فيها كانجرو هي استراليا، فهي مميزه باعداد الكانجرو اللي زي ما قلنا موجوده بالملايين هناك. هناك موجوده كانجرو كتير قوي بالملايين، وعشان كده ما تلاقيش مزارع للكانجرو. يعملوا ايه بالمزارع؟ هيكتروها ليه؟ اصلا الاعداد كبيره جدا جدا، فعشان كده بيصطادوها بالبنادق. طب ليه؟ لان استراليا مشهوره قوي قوي بلحم الكانجرو. ايه ده، ولحم الكانجرو بيتاكل؟ بيتاكل هناك يعني، وبيصدروه على فكره، لانه خالي من الدهون زي ما قلنا، او بيه نسبه بسيطه جدا من الدهون لا تتعدى 2%. وطبعا عشان كده لحم الكانجرو بيبقى صحي جدا جدا، وغني جدا بالبروتين، وغني جدا بالفيتامينز، الفيتامينات والاملاح المعدنيه. وعشان كده التغذيه على لحم الكانجرو ما بتخنش، ما بتسببش سمنه، وطبعا بالتاكيد ما بتسببش جلطات، لانه مش خالي من الدهون يعني. وده طبعا بالمقارنه باللحوم الحمراء الثانيه زي الماشيه والحاجات دي كلها. ولحم الكانجرو، الكانجرو بينذبح في استراليا وبيتصدر منه كميات كبيره جدا جدا لان لجميع انحاء العالم. وعمليات الصيد في اماكن تكاثر الكانجرو يعني ما بتكونش عشوائيه، لا طبعا بتكون بموجب رخصه صيد من الدوله، يعني بتديك رخصه انك تصطاد اعداد معينه من الحته دي. وبرضه هم بيستغلوا جلد الكانجرو في بعض الصناعات الجلديه، بيعملوا منها بعض حاجات كده. ولكن في بعض الهيئات لحمايه كائن الكانجرو بالذات عملت حملات ضد الصيد الجائر للكانجرو، او ضد صيد الكانجرو بالذات يعني. وده لان زي ما احنا شفنا الكانجرو، زي ما شفنا بيقول لك انه بيشيل اطفاله جوه، انت بتقتل واحده حامل يعني، يعني حرام يعني، انت بتقتله وبتقتل عياله معاه، فاحنا ليه نموته يعني. وطبعا بيتم احيانا صيد الكانجرو بالرصاص وبيموتوه، واحيانا الرصاصه نفسها بتيجي في صغير الكانجرو، واحيانا بتيجي في دماغ الكانجرو، احيانا بتيجي في دماغ الجويس اللي هو الكانجرو الكبير شويه اللي مستخبى جوه، بتيجي في دماغه، ساعات بتيجي في قلبه. فطبعا الناس اللي بتحب الكانجرو او الهيئات دي كلها قالت لا احنا لازم نحمي حيوان الكانجرو، او نعمل له محميه طبيعيه يعني، ونمنع صيده. الهيئه دي طبعا موجوده في استراليا وموجوده في انحاء العالم كتير، انما في تجار طبعا ورؤوس اموال راحه جايه وفلوس ومصالح ناس يعني، فمش هتقدر تهدم مصالح الناس دي، غير ان في ناس فاتحه بيوتها من انها تذبح الكانجرو، الكائن الوديع الظريف الجميل اللي شبه الانسان. انا معرفش يعني، معرفش بيذبحوه ازاي يعني، بس بيقولوا طبعا لحمه صحي جدا جدا. تعال نشوف اللحم ونشوف المجازر بتاعتها ونرجع تاني. تعال
طبعا هنا بودينا بيقول لي والله ان استراليا ديت زي السعوديه كده مميزه بالجمل، استراليا مميزه بالكانجورو، يعني كل بلد مميزه بحاجه، فاستراليا فيها الكانجورو. ودي طبعا الاراضي اللي في استراليا اللي طبعا يقول لك 46 مليون كانجرو موجوده في استراليا، 46 مليون كميه كبيره جدا، فطبعا يعملوا مزارع ليه؟ يعني نعمل مزارع ليه؟ هو بيقول لك هنا المزارع ممنوعه، تعمل مزرعه ليه؟ شيلها، لانه اصلا بيتكسر كتير وكميته كبيره. ويقول لك 1.6 مليون كانجرو بيتقتل في السنه، كبير كتير جدا. قال لك كل سنه بيقتلوا 1.6 مليون كانجرو وبياخدوا لحومه وبياخدوا كده. وشوف هنا بقى ضربه الرصاص بقى بتيجي فين، وضربه الرصاص هنا بتيجي في الراس، وضربه الرصاص بتيجي في القفا، وساعات الرصاصه بتيجي فين، والرصاصه بتيجي فين، وساعات بتيجي في العيل في الباوتش او الجراب بتاعته. وقال لك والله يعني ده حرام، يعني فيها هيئات كتير قوي بتستحرم او بتمنع او عايزه تحمي الكانجرو، لانه كائن فعلا ظريف جدا، محب للانسان وجائن. بص هنا قال لك الرصاصه ممكن بتيجي في العيل وهو طالع من الباوتش، تيجي الرصاصه فيه. انما للاسف بيجيبوا الكانجرو يذبحوه وبعدين يبتدوا يقطعوا لحمه ويبيعوه في سوبر ماركت. في ناس بيقول لك لا ده كل لحم الكانجرو ده اعملوا بقى منه مفتيكو، اعملوا منه مفتيكو، ويعملوا منه يعملوا منه بفتيك ويعملوا منه مش عارف ايه وحاجات كتير قوي. طبعا في مسميات انا نسيت اقول لكم عليها، ان ذكر الكانجرو بنسميه الباكس او البومرز او الجاك او الاولد مان، ده المسميات بتاع ذكر الكانجرو. انثى الكانجرو بيسموها الفلايرز او الجيلز او الدويس، ده الانثى. صغير الكانجرو زي ما قلنا في اول الحلقه جويس، بيسميه جوي او الجويس. قطيع الكانجرو، لان الكانجرو بيعيش في قطعان بيسموها الماب او التروب او الكورت، يعني يقول لك الماب اللي هو القطيع او التروب او الكورت، كلها مسميات لكده. يعني من الحاجات الظريفه قوي اللي ظهرت في اوائل التسعينات كانت الستات اللي بتلبس حملات، كانت جديده قوي في مصر. بس الحملات دي كانت موجوده في دول اوروبا من 10 سنين او اكتر قبلنا، وكانوا بيسموها الكانجرو. يعني كان الست يقول لك دي لابسه كانجرو، لابسه الحماله اللي الستات كل الستات عارفاها دلوقتي، حتى الرجاله بيلبسوا الحملات ويشيلوا فيها الطفل الصغير والعيل الصغير وكده. يعني هي جت لنا تقريبا سنه 92 93، ابتدت تنتشر سنه 97 في مصر الحملات دي. طبعا دراسة الحيوانات والبيولوجية بتاعتهم كلنا بنستفيد بيها، يعني قلنا المزيكا استفدناها من الطيور، حتى النغمات بتاعت المزيكا خدناها من الطيور، فكذلك موضوع الحملات ده. طب ما جميل قوي، انت عارف ان الطفل الصغير لما بيتولد اكتر حاجة بتنيمه غير رائحة امه او لبس امه او العرق بتاع امه دقات قلب امه، يعني تبتدي يعيط بس الام اول ما تاخده على حضنها كده ويسمع دقات قلبها اللي كان بيسمعه او متعود عليه وهو في بطنها، فبينام ويرتاح ويرتخي ويحس ان هو ما خرجش الى العالم الخارجي. من هنا كانت جت فكره الحملات، شيء جميل قوي، لان الست يا عيني كانت تجيب العيل تشيله على قلبها وتروح شغلها وتطلع هنا. ما اعرفش الستات بتستحمل ازاي الموضوع ده، يعني شيء مرهق جدا. يعني انا شخصيا جربته تعبت، فتلاقي الست ضعيفه كده وشايله عيلين وطالعه بيهم وراحه بيهم، ما عرفش ربنا مديها قدرة عجيبة يعني. فاخترعوا موضوع الحملات ده، حتى كان أي حد يعني كانت لابسة حملات يقول لك لا دي لابسة حملات، يعني فاكرين الموضوع ده كان لسه جديد، يعني نزل تقريبا مصر سنة 95 حاجة كده. يعني إنها تحط العيل جوه جراب، هو نفس فكرة الكانجرو، أو كان اسمه كانجرو بس احنا سميناه حملات. حط العيل جوه الجراب دوت، والعيل ده بيبقى شايف أمه، شايفها بعينه وسامع دقتها، فبينام مسترخي جدا جدا ومستمتع جدا جدا. انما يعني من الحاجات العجيبه، حيوان زي الكانجرو ده حيوان ذكي، حيوان ذكي، ذبحه والتغذيه على لحمه والتغذيه عليه، انا بغض النظر مش عايز اتناوله اذا كان حلال ولا حرام ولا ايه الموضوع ده، انما ليه
دول تانية ما تاخدش. يعني أنا خدنا منه مثلا واحدة أو اتنين بنعرضها في جنات التحولات، ليه الدول دي ما تحاولش توزع الكانجرو مثلا على مستوى العالم كله، بحيث إنه برضو صيد الغائر للكانجرو يتمنع؟ إنما كميته وكمية الكانجرو الكبيرة قوي 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 قوي. وبعدين احنا بنلاقي حتى في استراليا مفيش، ما بيستغلوش الكانجرو ده في عمليات السيرك، لا تلاقيه موجود في امريكا، تلاقيه موجود مثلا في بعض دول اوروبا، انما في استراليا بلد الكانجرو مش منتشر فيها عمليات السيرك بالكانجرو. جايز لان الكانجرو ككائن منتشر قوي عندهم. انما هو كائن لذيذ قوي حتى في تركيبته، يعني حتى في تركيبته. طبعا في كائنات تانية، المارسوبيالز احنا هنتناولها في الحلقات اللي جاية، اللي هي الجرابيات، اللي هي وقفتها زي وقفة الانسان. احنا خدنا منها تقريبا وقلنا اكبر حاجة شبيهة بالانسان كان الشمبانزي، وقلنا تطوره القرد لغاية لما وصلنا للشمبانزي، اللي حتى بعض الناس كانوا بيعلموه الكلمات ويعلموه اللغات وحاجات زي كده. انما الكانجرو بيقدر يفهم بطريقة قوية جدا إشارات البني آدم، بيقدر يفهم من عيون الإنسان لغته. كانجرو ككائن متعاطف جدا مع الإنسان، بيحاول حتى يقلد الإنسان. يعني لما بيجي يقف ممكن ياخدك بالحضن، ممكن يجري وراك، يعني كائن لطيف قوي. أنا بشبهه، يعني في ناس شبهوه بأنه عامل زي فار كبير، لأنه الفار الكبير بيبقى عامل برضو رجله طويلة ومش عارف إيه. انما لو صاحبت الكانجرو هتحس انه هو بني ادم بالفعل، بيحضنك، بيجري وراك، بيقعد معاك، يحط رجل على رجل، شيء غريب جدا جدا جدا. وانا اتمنى ان المنظمات اللي بتحافظ على الكانجرو تنجح في منع اصطياد الكانجرو. واشوفكم على خير الحلقه الجايه باذن الله.